اليوم معنا الدكتور محمود العمدي النابل، نسألوه سؤال على الإعلام في تونس، سينجم يقول لنا في الموضوع. والله شنو نقول، أول مرة لتوزيلي مرة انه مواطن عادي هو يحضر لي التلفزيون حي ان انا عملت يسقس في عديد من القنوات زعما اللي هي خاصة مش قنوات كبيرة، قناة تونس مثال تصورت فيها حتى مرة ما حضرت على كل حال. الإعلام هو أول حاجة اللي نعرفوا الدور نتاعو هو إبلاغ المعلومة كما هي، العلم المواطن التونسي باش يعرف شنو اللي صاير في البلاد. الإعلام في تونس عنده سنين هو في تردي. نتذكر عام 87 الله يرحمه الشيخ حمد السيدي، أول الناس اللي نادى إنه معناتها إن تونس تولي عندها وكالة الأنباء نتاعها خاصة بها، هي تستقل المعلومة بوسائلها الخاصة، لأنها تكون خاصة الوسائل هذه تكون وطنية، وطنية معناتها تصب في مصلحة الوطن والعباد. إنه حتما سي محمد السيد الله يرحمه كان عارف إنه الإعلام كان في قبضة السلطة الحاكمة متوظف فيه معناتها لخدمة سلطة حاكمة ولا غيره. من بعد النقلة النوعية اللي صارت في الإعلام، إنه الإعلام كيف تحرر خرج من السلطة الحاكمة اللي موجودة ولا في سلطة البارونات، بارونات المال اللي هي تحب تشري ذمم كل مواقع القرار في البلاد. معناتها خرجنا من خانة طحنا في خانة ما أخطر منها. على كل حال بالنسبة للأمور وين وصلت في تونس واللي معناتها الإعلام معناتها طاح في يد بارونات المال، نتحدى أي وسيلة إعلام في تونس أنها تقول التمويل نتاعها منين جاي، وأنها تطلع معانا في السلم الهرمي نتاع الانتماءات نتاع القنوات، شكون اللي هما يديروا فيهم على المستوى العالمي. تلقى مباشرة معناتها مربوطين بالمنظومات الإرهاب العالمية. إرهاب مش بالضرورة يكون إرهاب بسلاح، مش معناتها ظاهر وبين بندقية ولا سكين ولا كذا، لا، الإرهاب أخطر إرهاب هو الإرهاب الفكري. الإرهاب الفكري على خاطر كيف تبدأ عندك وسائل إعلام اللي هي تنجم تدخل جميع البلوك وبدون استئذان، هي تتصل مباشرة بذهن الإنسان، معناتها هي تصنع الوعي الإنسان، تخليه يفكر في اتجاه هذا ولا اتجاه معين. الإعلام نتاعنا مع الأسف ما مارسش كفاءة نتاعه في الإعلام، لكن في المدة نتاع الثورة هذه اللي مارس الإعلام هو، سامحوني في العبارة مع أن هذيك العبارة اللي تليق، هو مارس العهد الإعلامي. يقول عهد إعلامي معناتها شرف الإعلام ودوره باش يرتزق بطريقة غير شريفة، معناتها في مخالفة تامة للميثاق الأخلاقي اللي عنده والعقد الأخلاقي بينه وبين الشعب، اللي هو الشعب يعطي فيه ثقة باش يبلغ المعلومة كما هي. على كل حال الإعلام التونسي كي قلنا يمارس العهد الإعلامي اللي أخطر من هذا الكل، إنه حد ما بدأت الثورة القوى اللي هي ما تحبت تستغل الفرصة الفوضى العامة اللي موجودة في تونس، كل ثورة فيها فوضى ومنتها الدولة ما عادش المردودية متاحها والعيناية متاحها بالشأن العام، ما عادش في الحالة الطبيعية متاحها.
يعني في حال فوضى تجرم تجاوزات كل تولي مسموح بها معناتها تسمحوا بها معناتها فما افلات معناتها من افلات زمام الامور معناتها من الدوله في الحاله هذيك تولي معناتها كل ما هو فيروسات كما نقولوا جراثيم فكريه وسياسيه تدخل من برا بكل سهوله وتختلط بالمجموعه. وين حب نوصل؟ انه في شهر ابريل 2011 جست بعد الثوره صار استجلاب ما يسمى الرقابه الديمقراطيه على القوات المسلحه اللي هي الذراع الضارب للناتو والمخفي، ومع الاسف انه اللي يسعى باش يدخل الذراع الضارب هذا في تونس نفسر قبل شنو هي الرقابه الديمقراطيه باش اللي تبدو فيه يفهموني. الرقابه الديمقراطيه على القوات المسلحه هي مركز يدعي انه معناتها يقدم خبرات للبلدان اللي هي مثلا تحب ترقى بالمنظومه الامنيه والكذا، في حين هذا اللي هما يظهروا فيه هو عكس معناتها المراد نتاع هذاك. الياتهم كيفاش يدخلوا معناتها تولي الامن كل ما هو عسكري كل ما هو عنده يد وسلاح هو يتحكم في الاعلام باش يوريه كيفاش يغطي الاحداث، وبعد تولي عنده هو سيطرة على القضاء وسيطرة على خاصة نحن تعدينا معناتها المرحلة نتاع مجلس التأسيس الثاني بعد مجلس الكرسي معناتها مش نسطروا منهاج حياة نتاع شعب كامل. دونك سيطرة الأمن على التأسيسي وسيطرة كذلك على القضاء وسيطرة كذلك على كل ما هو مجتمع مدني. هذوما الكل ما كانتش الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة تنجم تقوم بالشيء هذا إذا ما صارش تحذير مسبق لكل الهياكل هذه عن طريق جمعيات المجتمع المدني اللي هي في الإطار المتوسطي نتاعنا واللي هي جمعيات يقولوا غير حكومية، لكنها كي تقول جمعية غير حكومية هذا اللي لازم تقول في المشاعر التونسي، تقول جمعية غير حكومية معناتها التمويل نتاعها يصب في مصلحة بارونة المال اللي هم يحبوا يبتزوا جميع الدول عن طريق حكومات نتاعها وعن طريق القاعدة الشعبية، معناتها من زوج جوانب الدولة يصير التخريب نتاعها بطبيعة الحال مش قدموا راحة وكانوا مفاعلين خير وفي إطار إنساني وكذا، في حين التجارب الكل ظهرت الجمعيات هذوما في الأخر وين وصلت البلدان هذوما اللي هي ادعات أنها مش تدخل بوازع إنساني، في حين ما كانش وازع إنساني ما ننكروش أن فما ناس اللي هما نجم يكونوا صادقين ولكن اللي هما كانت عندهم التأثير هما اللي ما كانش عندهم الوازع الإنساني، إنما الهدف نتاعهم كان هو تركيع البلاد التونسية كعديد البلدان اللي دخلوا فيهم كما بلدان أوروبا الشرقية، خاطر هنا قوة ساخنة نرجعوا له مش مشكلة، دونك كيما البلدان الشرقية قبل، دونك البلاد تضعف بعد يجيب كمنقذ، في حين هو مش يملي عليك منهج حياة جديد تدريجيا عن طريق معناتها التحكم في جميع مفاصل القرار في الدولة. اللي حكيت لكم عليهم اللي يتحكم فيهم الرقابه الديمقراطيه يعني تحضير ونضجه العمليه عن طريق مركز الرقابه الديمقراطيه. هنا شكون لاهي به مركز الرقابه الديمقراطيه على القوات المسلحه؟ هو انسان صار التحضير نتاعه مسبقا تونسي، هو انا هوكا الكابينه نتاعه كان هذول بحث الهيلتون في تونس، كي تقول هيلتون معناتها كل ما هو مخابرات، سيد محامي واسمه هيكل بن محفوظ. هيكل بن محفوظ تمتع بمنحه فول برايت، معناتها انسان تكوينه بون، عامل فورماسيون دروا قانون، لكن من بعد اختص كل ما هو حروبات وكل ما هو كذا، معناتها ما كانش حاجه اللي هي بريئه معناتها في التكوين نتاعه، وخذا منحه فول برايت باش يكمل التكوين نتاعه في امريكا. دونك الامور كي نضجت معناتها الثوره في تونس، دونك هو اللي كان مش يتعهد في عام 2011 معناتها بعد براتيكمون 10 سنين من نجاح التجربه نتاع الرقابه الديمقراطيه هذه. كي نقول نجاح معناتها عسكري على مستوى الناتو في اختراق جميع البلدان الشرقيه ووضع كل ما هو المؤسسات الامنيه نتاعهم تحت السيطره نتاع الناتو، وانها ولاو كذراع مواصل للناتو ولي معناتها مش الناتو كقوه سلام، خاطر كيف حلف فارسوفيا معناتها تحل معناتها ما عادش فما عنده البلدان الشرقيه وما عادش فما الشيوعيه والشيوعيه صح
الاتحاد السوفيتي العالم كان ينتظر انه خلاص الناتو ما عادش عندها علاش معناتها مش لانه الناتو معناتها واصلت الامتداد نتاعها الاستعماري المقنع باش معناتها يواصلوا على منطقة الشرق الأوسط كما نقولوا شمال أفريقيا والشرق الأوسط لو يحبوا يعملوا الشرق الأوسط الكبير يصيروا احتواء جميع البلدان العربية يعني لهنا الناتو معناتها تعاود يدخلك بسلاح واضح تخلك عن طريق رجال القانون عن طريق المجتمع المدني عن طريق اللي يغطوهم هذا الكل دونك إذا أنت حطيت الاعلام الموضوع نتاعنا هو الاعلام اذا تحط الاعلام تحت الرقابه الديمقراطيه للقوات المسلحه دونك هنا الاعلام ولا معاش مش يصب في مصلحه البلاد وانما مش يتستر على كل من هم عندهم نوايا خبيثه للبلاد التونسيه ومش يشوهوا كل ما هما وطنيين ومش يقطعوا لهم ساقيهم اصلا معاش اي واحد يحب تونس لتونس ومش يقلب على سلطه معاش باش يقللوا حتى اي امكانيه باش يوصل معناتها وسائل الاعلام اللي هي من حقه كمواطن تونسي وخاصه لما تبدا عندك مواطنين اللي هما عندهم تمييز معناتها كي راى الكذب الاعلامي يفيق بها خاطر المصادر نتاعه متعدده المصادر نتاعه معناتها هي من الناس اللي هما مستقلين مش من قنوات اللي عندها خط تحريري نتاعها يتحكموا فيه الناس عندهم باش يقولوا مصالح اخرى خاصه ضد مصالح الشعوب يعني اللي يستقل معلومه من مصدر اللي هو معناتها مستقل من الجمش يحيد على معرفه الحقيقه خاصه انه الانسان اللي يحب معناتها يقول انه يستغل الاعلام باش يفهم شنو اللي معناتها شنو اللي حالته حصل في البلاد وشنو اللي لازم يتحسن لازم يكون عنده معناتها الواقع كما هو الانسان اللي عنده استقلاليه في التفكير وعنده كيفاش نقولوا القدره التجريديه والقدره كيفاش نقولوا النقديه للاحداث اللي قدامه هو ذاك الشخص اللي كي معناتها يحلل الظاهره يحللها كانه في مركز تطب شرعي يعني كيما جثه هامده قدامه بقطع نظر تجم تكون منه مجلس هذا يكون قريب بقطع نظر ما ينسى اللي قريب وينسى كل شيء ويعاين شنو اللي موجود على الجثة هذيك دونك الحقيقة احنا هكيك الأحداث ناخذوهم ك عندك جثة قدامك هنا فما ضربة هنا فما جرحة هنا كذا وبعد الاستنتاجات تجي وتفهم الواقعة وتأولها ومعناتها وعلى ضوء باش تقوم بالتصليحات ولا شنو الإجراءات اللي تقوم بهم كمواطن تونسي باش ترقب البلاد بتاعك. إذا التضليل اللي صار في تونس دونك 4 سنين هو يمشي ويزيد ينضج، الهدف كان من الثورة هذه هو صحيح الثورة كانت حركة طبيعية خاطر كي تبدا عندك بلاد ما فيهاش عدل بطبيعة الحال نتيجة طبيعية مش تكون إنه يفيض الكاس في وقت معين والناس ما تنجمش تمشي كل تلقائية حركة لا شعورية، لكن ثم ثورة Qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie. Celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez.